يعد جابر بن حيان الملقب بأبي الكيمياء المؤسس الحقيقي لمفهوم علم الكيمياء المبني على مفهوم التجريبية، إذ يقول إن واجب المشتغل في الكيمياء هو العمل وإجراء التجربة، وإن المعرفة لا تحصل إلا بها، حتى أن العرب سموا الكيمياء عامة بصنعة جابر، وكلمة كيمياء ذات أصل عربي، وتشتق الكلمة من المصدر كمي بمعنى أستر وأخفى، ووجهة ذلك تعتمد على الكتمان وتحريم إذاعتها وإفضاء أسرارها لغير أهلها لكون هدفها تحويل المعادن البخسة إلى ذهب وفضة. تنقسم الكيمياء إلى فروع عدة تتفرع منها أقسام أخرى، أهمها الكيمياء العامة والتي تدرس المبادئ الأساسية في الكيمياء، والكيمياء العضوية وتهتم بدراسة المواد العضوية أي التي تحتوي على عنصر الكربون، والكيمياء غير العضوية والكيمياء الفيزيائية والكيمياء الحيوية، وأخيرا الكيمياء التحليلية.